في هذه الأيام العشر الأواخر في هذه الليالي، ليالي شريفة، ليالي كريمة، ليالي عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم، حديث صحيح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن ليلة القدر في هذه الليالي. إذن في هذه الليالي يجتهد المسلم بكثرة الصلاة. كنا في بغداد طلاب في كلية الشريعة، نصلي في مساجدنا 20 ركعة، ثم ننتقل إلى التكية، إلى الرباط، الزاوية، لنصلي مع شيخنا خلفه 20 ركعة أخرى، وهذا أول الليل. ثم في وسط الليل نصلي صلاة التسابيح، ثم قبل السحور ومع السحور وبعد السحور نصلي أيضا قيام الليل ونصلي الوتر. بعض الأحبة كان في الليلة يصلي، يعني على الأقل، أنا أقلهم كنت أصلي يمكن 50-60 ركعة في الليلة. أما شيخنا فالليل كله يصلي بلا توقف وبلا نوم، وإذا أراد أن ينام ربما نام نصف ساعة ونحن في خدمته ومعه، نشاهده ونصلي معه ونقوم ونقعد. عندما نكون مع هؤلاء العارفين العلماء الربانيين سنصلي الليل كله، سنقيم الليل إلا قليلا. عندما نبتعد عنهم سنرجع إلى أنفسنا، إلى طباعنا، إلى من نحن معهم، ثم تفتر الهمم، آنذاك يثقل علينا أن نصلي ركعتين زيادة. في هذه الليالي يكثر الإنسان من الصلاة، من قراءة القرآن، من مدارسة العلم، من الصدقة، من العمل الصالح، من مجالسة الأحبة، من ذكر الله، من كثرة ذكر الله. ينتقل من عبادة إلى عبادة، من حسنة إلى حسنة، من خدمة، يخدم إخوانه، يصنع لهم سحور، يصنع لهم طعام، هذا كله عبادة. يعيش في العبادة منقطع لله بنية خالصة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بركة هذه الليالي واستغنامها. آمين يا رب العالمين. وجزى الله عنا مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومن علمنا وله فضل وحق علينا خير الجزاء. وشكرا لأهل هذه المسجد على هذه الدعوة أننا نفتتح أول ليلة من ليالي العشر في هذا المسجد المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وأيضا نذكركم بسنة نبوية ميتة، نسعى نحن والأحباب في دار الحكمة إلى أن يوفقنا الله في إحيائها بين المسلمين، وهي قراءة المسبحات السبع التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأهن في كل ليلة. نحن في آخر الزمان، الهمم ضعيفة، على الأقل في ليالي العشر الأواخر أو بعض ليالي العشر الأواخر نقرأ هذه المسبحات، السور التي تبدأ بالتسبيح، سورة الإسراء، سورة الحشر، سورة الإنساء، سورة الدهر، سورة الجمعة، سورة الصاف، سورة، هذه السور التي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل أن ينام، وكان يقول فيهن آية خير من 1000 آية. يعني آية واحدة في هذه السور عند الله خير من 1000 آية. فيهن آية خير من 1000 آية. آية في كل مسبحة أم آية في المسبحات؟ العلماء، كل العلماء الذين سبقونا قالوا آية في المسبحات، لكن أجتهد وأقول وما المانع
لطالما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسبحات بالجمع، ثم يشير إلى الجمع وليس إلى المفرد. هذا اجتهاد ما مسبوق. ما المانع أن تكون هناك آية في كل سورة من المسبحات هي خير من ألف آية؟ وهذا نبينا أكرم الأنبياء وأكرم الخلق وأكرم الناس على أمته، ما المانع أن يتسع هذا الكرم النبوي لهذه الأمة فيكون في كل سورة آية هي خير من ألف آية؟ اللهم إن كنا أصبنا في حسن ظننا بنبينا وفهمنا هذا الذي هو موافق للغة العرب، اللهم فتقبل ذلك منا. اللهم وإن كنا أخطأنا فحسبنا أننا نمشي في الفهم والمقصد الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهو تشجيع الأمة على أن يقرأوا هذه السور المباركات. اغفر لنا خطأنا وتقصيرنا، لكن القلب يميل إلى أن هناك آية في كل سورة من هذه السور المسبحات هي خير من ألف آية. ما كتبنا هذا حتى فقط نرغب الناس بما موجود عند العلماء. عندما يرغب الناس ويتذوق بركة هذه السنة الميتة ويحيوها سيشعرون بما نقوله لهم آنذاك، وسيذيقهم الله أن في هذه السور في كل سورة آية هي خير من ألف آية. مع أن هناك إشارة من قبل العلماء إلى هذا الكلام لكنها غير صريحة، إشارة ضعيفة. بعضهم قال لعله آيات التسبيح التي صدرت بهذه السور، فقط قالوا هكذا، لكن كأنهم ما تجرؤوا أن يقولوا وفي كل تسبيح من هذه السور هي خير من ألف آية، بسبب أنهم وقفوا على لفظ آية. لكن هذه الآية لا يوجد مانع أن يكون في كل سورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهن على سبيل الجمع، هذا المفهوم السائد عند العلماء. لكن ما المانع أنه فيهن، يعني في كل سورة منهن؟ والكرم النبوي يسع هذا المعنى. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وقد كتبنا رسالة صغيرة في هذا المقام، ندعو المسلمين والمسلمات الكبار والصغار أن يشتروا هذه الرسالة، ويضع كل واحد هذا الكتاب عند رأسه قبل النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم ليله بهن ويأخذ يقرأ منهن. استطاع أن يقرأ السبع سور فتلك نعمة، ما استطاع ست، ما استطاع خمس، ما استطاع أربع، ثلاث، اثنين، واحد، لكن لا يخلو ليل من هذا التسبيح قبل أن ينام. نشجع المسلمين والمسلمات في كل مكان أن يقتنوا هذا لأجل إحياء هذه السنة. نسأل الله أن يقبل منا ذلك. اللهم صل على نبيك الكريم ورسولك العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.